السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم في انطباع مانجا ون بي 787. أدري أنكم مليتوا من الجملة هذه، ولكن عشان لا أحد يزعل علينا لازم نعيد ونأكد على عشاق الأنمي. إذا أنتم متابعين أنمي ون بيس، في الحلقة هذه راح أتكلم عن المانجا أحداث تصل حتى الآن في الأنمي. سكر الفيديو الآن أفضل لك وخلونا نبدأ. قبل لا نبدأ بالنقاش عن الفصل الجديد، بما أن الفصل أوريدي ما في شيء مميز وبرضه أحس أنه قصير، أودي أناقش معكم عن نظرية البلاك بيرد وجيسوس بارجس اللي تكلمت عنها في الحلقة الماضية. قريت الكثير من الردود اللي انطرحت في القناة، وفي منكم الكثير موافقني في النظرية، وفي الكثير اللي مقتنع بس معترض، وفي اللي يقول إن لا المفروض جايب معه فاكهة في الشنطة، وفي اللي يقول واللي يقول واللي يقول في لها. أنا قلت في الأول أخيرا هي مجرد نظرية، قد تكون صحيحة قد تكون خاطئة، ولكن هي مجرد فتحت مجال للنقاش، وكان نقاش جدا جميل معكم في الكومنتس. يعطيكم العافية لكل اللي رد، 500 كومنت وزود، ما قدرت أقرأها كلها صراحة، ولكن قريت أغلبها والأهم فيها. طيب بس حبيت أرد على اللي قالوا إن عنده فواكه في الشنطة أو فواكه سد، يعني إنه مصنعة من بايقها من المصنع أو أيا كان. لو فرضنا إن هذه هي الطريقة فعلا، إنك أنت الله ما تقتل شخص وتكون جمع معك فاكهة، فالفاكهة على الشيطان عطين تقل الفاكهة اللي عندك، طيب ليش مو الكل قاعد يسوي الحركة ذي؟ ليش بس البلاك بيرد هو الوحيد اللي قاعد يطبق الطريقة هذه؟ بعضكم بيقول لأن البلاك بيرد هو الوحيد اللي يعرف الطريقة. طيب مو بس البلاك بيرد الوحيد اللي قرأ الكتاب، نعرف أن سانجي قرأ الكتاب، نعرف أن شانكس أو واحد من طاقم شانكس قرأ الكتاب، فمو معقول ولا منطقيا أن بس البلاك بيرد اللي قاعد يطبق النظرية هذه والطريقة هذه ودوفلامينغو والبقية ما يدرون عنها. وأيضا نقطة أخرى، ليش البلاك بيرد انتظر 20 سنة في سفينة الوايت بيرد عشان يدور فاكهة الظلام، إذا هو يقدر يسرق الفواكه بالطريقة البسيطة هذه، إنه بس حط فاكهة في أي فاكهة في شنطة اللي عندك أو في مكان عندك واقتل الناس وتاخذ الفاكهة؟ إذا كانت بهذه البساطة ليش انتظر 20 سنة أو 15 سنة أو أيا كانت المدة اللي انتظرها في سفينة الوايت بيرد يدور فاكهة الظلام؟ وما بدأ المخطط حقه فعليا إلا بعد ما لقى فاكهة الظلام، يعني ضيع سنين عمره في كتابع صغير جدا في طاقم الوايت بيرد اللحية البيضاء بس ينتظر الفرصة انه يلقى فاكهة الظلام عشان برضه يسرق فاكهة الزلزال، مخطط لها من اول. طيب ليش ما بدأ مخطط لها بعد ما لقى فاكهة الظلام؟ لانه عارف ان فاكهة الظلام يقدر ياخذ فاكهتين، ولانه عارف ان بواسطة فاكهة الظلام يقدر يضيف القدرة حقته الى شيء معين. وبرضه في ناس الله يعطيهم العافيه نبهوني في الكومنتس شغله انا ما انتبهت لها في الفصل اللي طاف. جيسوس بارجس اول ما نزل من القصر ما كان لابس قفازات على يده، رجعوا شوفوا الشابتر اللي طاف وتاكدوا. يوم جه يهجم على لوفي بعد ما طاب في فتره كذا، تم فتره بعدين هجم على لوفي، ما جابوه طبعا، بس جابوه بعدين لابس قفازات سود على يده اليمين واليسار، وكان هاجم على لوفي باليد اليسار وفيها القفاز الاسود او الشيء الاسود، ما يندر يمكن بعضكم بيقول لي هاكي، بقول لك شكله مو بشكل هاكي، شكله شيء زي الشيء اللي هو لابسه. فكان ماد يده بالشيء الاسود اللي في يده هذه على لوفي، وماد السيف باليد الثانيه، طبعا سابه كسر السيف اول عشان لا يقدر يقتل، بعدين طيره برجله بشلوت في الهواء. الزبده في الموضوع انه كان لابس شيء زي الاسود. فهنا نجي للنظريه والنقطه اللي كنت بقول عنها، مو شرط تكون عباءه، ممكن انها تكون قفاز ايضا. المهم ان البلاك بيرد بواسطه فاكهته يقدر يضيف شيء من السواد من الظلام اللي عنده، الماده السوداء اللي عنده على قطعة ملابس، على قماش، على أي كان، فيساعد الطاقم حقه إنه يسرق. ولا ليش هو الطاقم الوحيد اللي قاعد يسرق؟ وقالها حتى سابه في الشابتر هذا إن هانتر فور ذا ديفل فروت، صيادين فواكه الشيطان، هذه أول مرة تطلع، يعني شيء جديد يطلع. طبعا ممكن ليش لا إن البلاك بيرد قرأ عن هذه القدرة في الكتاب، هذا شيء وارد وليش لا، بس ما تحرك إلا بعد ما لقى الفاكهة، بمعنى إنك لو كان يعرف ذا الشيء من أول كنا ندري إنه كان الكتاب من زمان، ليش انتظر لما لقى فاكهة الظلام عشان يتحرك؟ كان يتحرك من البداية وراح يصيد في الناس وياخذ من الفاكهة فواكه ويسوي طاقمه، انتظر لما صارت عند الفاكهة بعدين تسوي الخطة. طبعا أكثر كومنت عجبني كان في شخص، والله للأسف أنا آسف منك أخوي، نسيت الاسم ما لقطته، قريت الاسم بس ناسي حاليا ما بحاضرني، قال دمج النظريتين، نظرية الفاكهة ونظرية القماش أو القطعة أو أيا كانت القفاز أيا كانت الفكرة، أنه راح يمسك لوفي يقتل لوفي، بعد ما يموت لوفي راح يمسك بيده ويمتص منه الفاكهه ويحطها في فاكهه، يجيب من ورا من الشنطه في فاكهه ويحطها ويحط الشيطان داخلها، وات ايفر الطريقه، اي دونت نو، ما ادري انا، هذه مجرد نظريه، اعيد واكد هذه مجرد نظريه، ولكن اللي قالوا انها مجرد فاكهه وانه بس يقتله خلاص ينتقل الفاكهه، انا ضد المبدا هذا صراحه للنقاط اللي قلت لكم عليها.
نكتفي بهذا القدر من النقاش والنظرية، وإن شاء الله إذا اتضح شيء قدام راح نرجع نفتح الموضوع من جديد ونتناقش فيه، ويمكن تبين لنا في الشابترات القادمة شلون البلاك بيرد فعلا قاعد يسرق فوق الشيطان. تمنيت أن نوضحهم في الشابتر هذا ولكن للأسف ما وضحوا. خلونا نبدأ الانطباع الآن. طبعا في الصفحة الأولى لازال أودا ما بدأ قصة جديدة، يعني أنها قصة جنبي ولا بدأ قصة ثانية. أنا أتمنى أن يبدأ قصة ثانية جانبية لأي شخصية ثانية نعرف شو اللي قاعد يصير في العالم الجديد على الأقل. جاب لنا زورو ماسك عصي للضرب على الطبول، ولكن حاط الهاك في يده وقاعد يضرب الطبول بنظام السنتوري، يعني حتى بثمنه طخ 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 زي ما تشوف قاعد يطبل درامر، صار درامر في فرقة راكندرول. زي ما قلنا لسه بعد ما له علاقة. بعدها بدأ الشابتر بسابو وهو واقف عند جيسوس بارجس ويتحدث معه ويهدده، إياني وياك تتعرض لأخوي لوفي، ما راح اسمح لك تتعرض لاخوي لوفي. جيسوس بارجس قال كلمه ضحكتني صراحه، يقول انا وين سامع الكلام هذا فيه؟ اي ايس قال لك الكلام هذا من قبل يا ابو الشباب، ايس يوم جلدك انت والبلاك بيرد. الله للاسف انهزم من البلاك بيرد، ولكن جلدهم اول ما دخل عليهم وقال الكلمه هذه، ما راح اسمح لكم تتقربون لوفي اخوي الصغير. سابوا عاد نفس الكلمه وعنده نفس الفاكهه. حركة حلوة من الكاتب، ذكرى جميلة يذكرنا فيها. سابو قال كلام حلو وبنفس الوقت ما عجبني، لأنه قال أنتوا اللي تسببتوا في القبض على إيس وتسببتوا في حرب القمة في مارين فورد، حرب المارين فورد، وأنتوا اللي تسببتوا في كل شيء، ولكن هذه حياة إيس وما راح أحملكم المسؤولية قرارات. يعني هو قرر أن يهاجمكم الوحدة، يبي ينتقم من البلاك بيرد الوحدة وفشل والكلام هذا، فهذه حياته واتخذ، ولكن ما راح اسمح لكم تتعرضون لوفي، انا راح احمي ظهر لوفي الان وما راح اسمح لكم تقربوا منه ابدا. من وجهه نظري الخاصه كنت اتمنى انه يقول لا انتم المسؤولين وراح اتفقكم واحد واحد وانتقم منكم كلكم، ولكن ما شاء الحقد، يعني جايب الكاتب باسلوب انه هدفي الوحيد اني احمي لوفي وليس هدفي الانتقام منكم للي صار ليس ايس مات وخلاص هذا اللي صار. دار حوار جميل وبسيط بين لوفي سابو قبل لا تبدا الفايت. سابو قاعد يقول حق لوفي اوه كل طق مبين انك منتهي من الطق، قال له اي انا كنت اقاتل دوفلامينجو وانا اللي راح اهزمه، يعني لوفي لازال مصر انا اللي راح اسقط دوفلامينجو لا تتعرض له. قال سابو هنا انا راح اكون مشغول بجيسوس بارجس، راح اخلي فعلا دوفلامينجو لك، يعني فعلا برضو لا ننسى جيسوس بارجس احد كباتيره بلاك بيرد، احد اليونوكو قالوها برضو. انا مستخفيه بس ان الصوره والتصور اللي عندي لها انه مصارع بيحكي داري محمد اسمع الكلام هذي، محمد يحب المصارعين جدا، لا لا مش ولا بد. طبعا عنده حكي توضح هذا الشيء حتى في الشابتر هذا، ولكن كنت اتمنى اني اشوف عنده ديف فروت، اشوف عنده اسلوب قتالي افضل من اسلوب قتال المصارعة. عشاق المصارعة اكيد حبينا، انا شخصيا لا هذا الصراحة، فما انكر انا مستخف قوة جيسوس بارجس، ولكن سابو حين قاعد يوضح لي انه لا المفروض اني احترم قوته وانه فعلا احد كباتن البلاك بيرد، يعني راس براس ما يصير راس براس، انا ارفض ان يكون راس براس، خصوصا يوم جيسوس بارجس شاف النار في يد سابو انصدم، قال هذا انت، يعني اللي كان يقاتله في الحلبه كان هو فعلا سابو وليس لوفي، لوفي ما تقابل مع جيسوس بارجس في الحلبه، كل واحد منهم كان في قسم. طبعا هجوم جيسوس بارجس اللي هو لا هارت، هذه الضربه هي ضربه مصارعه، يعني كان بيطير قبته، ولكن قاعد تقاتل لوجيا بالشباب، وليس لوجيا مثل الكابتن حقك تقدر فعلا تضربه، لوجيا ناري يتفكك يتحول الى نار، ضربته وفعلا سابو تحول الى نار، رجع على ورا وبعدين كون نفسه من جديد، وهذا اهم واحلى نقطه بالنسبه لي في الشابتر. سابو بدأ يدمج ضرباته، ضربات الهكي حقته بالدراغون كلو مع قدرة النار حقته، فسماه فاير كلو، مخلب التنين الناري، يعني بدأ يضيف فعلا حركات النار أو قدرة النار إلى ضرباته، فضرباته بدل ما هي مجرد هكي وأسلوب قتالي صار عليها برضه ديفل فروت، يعني قوة مضاعفة وبسرعة جبارة، يعني بنفس الحدث في نفس اليوم في نفس الساعة يا شيخ، تو ماخذ الديفل فروت ورجع، يعني قبل ساعه مطخك في الكولوسيوم في الحلبه، وهذا برا الحلبه جاي مع النار وقاعد يلطخك بالنار يا جيسوس بارجس. طبعا المقصد من كلمه سابو يوم قال ان الحين توجهت انظارك لي انا، يقصد جيسوس بارجس، ان جيسوس بارجس لما يرجع يهجم على لوفي رجع هجم على سابو نفسه يوم يضربه بضربه لا هارت، بمعنى انه خلاص شلي بفاكهه قمر المطاط فاكهه الفروت، وانا عندي لوجيا الفاير اللي انا اساسا دخلت الكولوسيوم عشانه، يعني الحين فعلا هو جيسوس بارجس يبي يقتل سابو وياخذ منه لوجيا، ولكن ده بعدك يا حبيبي ما قدرت عليه وما عنده فاكهه تبي تقدر عليه ولوجيا ونار بعد. شيء غريب يعني ايش ذا الغباء في جيسوس بارجس، اذا انت فعلا عندك هاكي تسلل وتدري اللي قاعد تقاتله لوجيا ليش تضربه بيدك ضربه عاديه؟ ليش ما ضفت الهاكي بيدك عشان تقدر فعلا تضربه؟ يعني انت احد كباتن البلاك بيرد
يونكو احد الاباطرة الاربعة انت كابتن عنده وما تعرف انك اللي هجمت على واحد عنده لوجيا انك مفروض تحط تهكي تصلب وانت عندك اريد هكي تصلب توضح ذا الشيء من اللقطات اللي قبل. فلا احد يلومني اذا قلت لكم انا ما احترم الشخصية هذه، انا بصراحة احس انه مصارع غبي فقط لا غير، ولكن قوة الجسدية اللي سمحت انه يكون احد القادة وانه برضو من الاوائل اللي انضموا للبلاك بيرد. يعني نقدر كلنا نشوف ونعرف ان نامي ويسبوا في طاقم لوفي مش اقوى ناس ولكن من الاوائل اللي انضموا فطبيعي، والكاتب قاعد يزيد قواته بشوي شوي. نقدر نقول ان جيسس بارجس من اوائل اللي انضموا للبلاك بيرد ومن من الاقوياء فعلا. بعد انتقل المشهد الى لوفي وقاتس وهو على ظهر قاتس، وقاتس يركض وقاعد يقول له شو السالفه مو بنت اللي كنت في الحلبه شو اللي صاير، ولوفي قاعد يشرح له بالنص الاول انا بعدين بدلت معه سابوا لاني طلعت اخلص شغله وبلا بلا بلا الكلام هذا اللي زايد عن حده مش مهم في النهايه. حتى جاتس قاعد يقول شيء جميل ان القدره تنتقل من اخي لاخي الثاني وانكم كلكم اخوان بلا بلا بلا. وسط الكلام فجاه شافوا النصف الثاني من الجنود اللي هم خلينا مقاتلون دوفلامينغو قاعدين يطرون في الهواء وتفجيرات وتكسرات قاعده تصير في العالم. دوفلامينغو ثار غضبا واستشاض غيظا على قولتهم. قاعد اجيب لكم مصطلحات عربيه قويه يا جماعه، لايك لايك على الفيديو. طبعا بعد جاءت الصورة على دوفلامينغو والناس متسدحين في الأرض ودمانهم سايحة، وفعلا لازال في حالة الإيقاظ الأويكنينغ، فكانت قاعدة تحول المباني جنبه إلى خيوط كبيرة جدا زي خيوط العنكبوت زي الاخطبوط عفوا أيا كانت. المشهد جدا مرعب والناس قاعدة تقول ايش ذا القوة اللي عنده ما انتهت، لأن على كل الطق وعلى كل القتال لسه ما ضعف. هذه شغلة صراحة قوية، يعني شفنا لوفي فعلا قدر يضربه وهو مشغل القير الرابع، ولكن لوفي استنفذ قوته كلها وهلك ويبي له 10 دقائق عشان يسترد قوته. وهذا الحقير والوغد لا زال واقف ونازل بهيبة الملك وقاعد يجلد فيهم جلد قطع العالم وصرخ بكل غيظ وغضب، وين ما عندي وقت اضيع عليكم يا حثالة، أين أنت يا استروهات؟ سأوريك معنى الندم. المقصد اني راح اوريك واخليك تندم انك تعرضت لي انا ملك دستروزا او التنانين السماويه او ايا كان او شيبيكاي. خذ المنصب اللي تبي، عنده 16 منصب المجنون ملك العالم السفلي الجوكر، صراحه شخصيه بطله قدر يطلع فيها كاتب ون بيس اودا. غرور وكبرياء وعنجهيه ما قد مرت علينا من قبل في اي شخصيه. بعدها جابوا صوره العالم شلون محيوسين داخل دستروزا، كلهم قاعدين يروحون للشارع الرئيسي او المنطقه الرئيسيه في المدينه، والناس اللي في المنطقه الرئيسيه في المدينه منحاشين منها طالعين يبون ينحاشون منها بسبب الفايت اللي بين دوفلامينغو وسابو وجيسوس بارجس ولوفي، فيبون يهجون من المنطقه الرئيسيه والعالم تبي تروح المنطقه الرئيسيه، فيصار تصادم في الشارع. شيكم تطلعون مرضيكم تنحاشون من القفص وذي اللي شفيكم جايين هنا مرض تنحاشون من النص، خبيصة الوضع صار خبيصة. وهنا المفروض زي ما قلت في الشابتر اللي طاف يجي دور زورو وفرانكي انهم يوقفون القفص او يفتحون فتحة فجوة في القفص بأي طريقة كانت. وكانت الصدمة بالنسبة لي ان هدف زورو وفرانكي حاليا مو انهم يفتحون فجوة انهم يقصون القفص، فعلا انهم مو قادرين يسوون ذا الشيء، الهدف انهم يبطئون انكماشه، قاعدين يعني يحاولون يبطئون انكماشه ويوقفونه يسووا له سلو داون، يعني باي طريقه يقللون او يقلصون يزيدون مده الوقت عشان يكسبون لوفي وقت انه يسترجع قوته ويوجه الضربه النهائيه لدوفلامينغو وكذا يفك القفص وينجون كلهم. ما اقدر اجزم واقول فعلا زورو ما راح يقدر يقص القفص، ولكن اللي قاله يا كانجرو ويا كايمون تعالوا ساعدوني انا لوحدي ما راح اقدر. طبعا انا قاعد اقول الكلام هذا من ترجمه مانجا باندا، اليوم انا مصور الحلقه من ترجمه مانجا باندا لان عندي سفره ضروريه اليوم الى الدمام، فللاسف ما راح اقدر انتظر لما تنزل مانجا ستريم، فصورت من ترجمه مانجا باندا. اتمنى انها تكون ترجمه صحيحه، لو كان في خطا في الكلام اللي قاله زورو فهو على مانجا باندا وليس علي انا، اسف منكم بصلحها لو فعلا طلعت ترجمه مانجا ستريم بعدين غير. فالمهم بالموضوع ان زورو قاعد يقول حق كانجرو وكايمون تعالوا ساعدوني انا ما راح اقدر اوقف القفص لحالي. ما عجبتني الكلمه هذه من زورو، زورو المفروض يقطع كل شيء، المفروض انه يقعد يحاول بشتى الطرق انه فعلا يوقف القفص هذا حتى لو لوحده. طبعا المساعده ما تضر، تيم ورك العمل الجماعي مهم، ولكن شخص كزورو طبعا شفنا اللقطه يوم يضيف الحك التصلب للسيف، لا عاد يقول مضافه واضحه المؤثر على السيف ويقلب اسود ويده سوداء وقاعد يضرب بكل ما اتي من قوه في القفص. هل هدف انه يوقفه او هدف انه يقصه الى الان ما توضح، زي ما قلت لكم الترجمه متاكد منها
وجات فعلا فكره فرانكي انه يستخدم المصنع زي ما قلت في الشابتر اللي طاف، لان المصنع مصنوع من حجر الكايروسكي، مو قادر قفص الطيور انه يقصه، فقاعد يستخدم قوه التونتا وقوته وياهم انهم يدفون المصنع ويحاولون يوقفون القفص من الانكماش او يبطئون سرعه انكماشه، لان زي ما شفنا في نهايه الشابتر دوفلامينجو يوم عصب وفقد اعصابه سرع من قوه انكماش او سرعه انكماش القفص، وقال انه ما بقى له 3 دقائق وينكمش القفص بالكامل، ولوفي محتاج 4 دقائق عشان يستعيد الحكي حقه. فاذا ما قدروا الجماعه انهم يبطئون سرعه القفص، او ان لوفي بطريقه اخرى يمكن ما يشير يتعالجه، يمكن بطريقه اخرى يسترد الحكي حقه اسرع من 10 دقائق، يعني يقدر يسترد في دقيقتين مثلا، ما راح ينجون من ذا القفص. يا اما زورو وفرانكي ينجحون في عمليه ابطاء القفص بطريقه او باخرى، او لوفي يسترد الهاكي حقه قبل 4 دقائق، يسترد مثلا في دقيقتين، وفي اخر دقيقه قبل ينكمش القفص بالكامل يقتل دوفلامينجو. ولكن العالم ذي الناس اللي في الشوارع واللي قاعدين، يعني لوفي راح يهزم دوفلامينجو والعالم كلهم قاعد يطالع، كل مدينه دستروزا مفروض انه خلاص وصلوا داخل المدينه كلش منكمشين، ولوفي قاعد يتخاتل ويا فوق ويهزمه ويفك القفص وينجم. هذه اللقطه راح تكون جدا جميله، ان العالم كلها تشهد على هزيمه دوفلامينجو على يد مانكي دي لوفي بقوة الحكي. اي دون نو اذا كانت فعلا بيستخدم جير رابع مره ثانيه ولا بيستخدم تقنية جديدة اسطورية. الكل راح يشهد على قوة دوفلامينجو، واتمنى ان بعد الحدث هذا اشوف كم فعلا مكافأة لوفي راح توصل. اتوقع انها راح تنفجر يعني 500 وفوق، 550 600، اتمنى انها توصل حتى 700، ما عندي مانع. مع العلم انهم قالوا من قبل، اذكر ارلون قالها، عفوا مش ارلون، جيمبي قالها او يمكن شخص ثاني، انك بعد ما تتعدى 300 سرعة او قوة الارتفاع تكون بطيئة، بطيئة جدا يعني. طبعا برضو قبل أن أختم في لقطة نسيت أعلق عليها، ويوم جاءوا الناس يبون يدخلون القصر اللي يقولوا قصر دوفلامينجو، قصر الملك ريكو سابقا، عشان أدوار كبيرة ومساحة كبيرة وخلاص امتلأت الشوارع، ما عاد لهم مكان يقعدون فيه، لازم يدخلون في مباني، مبنى كبير زي القصر. وهو فعلا القصر حاليا السنتر حق القفص، يعني لو كنت داخل القصر أنت بأمان إلى آخر لحظة، يا تموت يا تعيش، بس الاغلب انهم كلهم بيعيشون زي ما قلنا لوفي راح ينقذهم. جاءوا الناس يحاولون يدخلون القصر، اتباع دوفلامينجو اللي لا زالوا على قيد الحياه وفي وعيهم، الجنود مره ضعيفين، واقفين وقاعدين يطلقون بالمسدسات على الناس، انقلعوا لا احد يدخل، هذه منطقه الملك ومنطقه دوفلامينجو، ما لكم مكان هنا. وفي لحظه بوف 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 طاروا كلهم، جاء الجيش الاسطوري حق الكولوسيوم اللي كانوا يساعدون لوفي في انطلاقته، وهنا بدات تنقلب كف على يد او على جيش دوفلامينجو بالكامل، لان مانشيري بدها تستخدم قواتها وعالجتهم. حتى العملاق قاعد يقول شلون انا قدرت اقوم، لان يدي تكسرت حاله امه حاله. هنا ليو شرح لهم وقال لهم مانشيري ساما، الاميره مانشيري انقذتكم عالجتكم، فيلا استغلوا ذا الشيء انكم تقتلون اللي بقى من الحثاله، وممكن حتى يساعدون لوفي في انهم يبطئون دوفلامينجو يكسبون له وقت، ويساعدون ان مانشيري زي ما قلت تروح تعالج لوفي وتخليه يتعالج في اقل مده، اقل من ال4 دقائق ولا مصيبه. ولازم برضه يكسبون فرانكي وزورو وقت انه ما يسكر القفص، فيعطون لوفي وقت انه يتعالج بشكل اسرع. كذا نصير وصلنا لنهايه انطباعنا المانجا ون بي 787، اتمنى انكم ما طولنا عليكم. لا تنسون الاشتراك في القناه والضغط على زر الاعجاب اذا عجبك الفيديو، اضغط ما بيضرك شيء. وترك تعليق في مجال التعليقات اذا عندك ملاحظه، انا ترى اقرا التعليقات، اذا عندك ملاحظه شيء انا نسيته ما انتبهتها في الشابتر نظريه قولها في الكومنتس تحت مجال التعليقات تحت، ونشوفكم على خير.